اقترحوا امور كثيره جدا اللجنه درستها النهارده وبيستكملها الان الحقيقه حد معلوماتي الاستاذ ابراهيم الكفراوي والاستاذ طارق قنديل مع الزملاء المسؤولين عن هذه اللجان علشان تكون المقترحات جاهزه يعرضوها على اللجنه. في المفترض ان الاجتماع بدا بقى الساعه 1، ربما الزملاء لو عندهم صور هيعرضوها برئاسة الكابتن محمود الخطيب وحضور كبير جدا لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة. لا هو اسمح لي حضرتك، اللي بيحصل ده هو لأول مرة يحصل في النادي، إن اللجان اللي بتشكل بتقعد مع جميع شرائح وفئات الناس اللي هي الجمعية العمومية أو كمان العاملين في النادي والموظفين اللي جزء منهم جه برضه أعضاء بالمناسبة، فبالتالي هم أكتر ناس لامسين مدى المشاكل. وده اللي احنا جايين النهارده نتكلم فيه، ونوجه رساله للجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه، ان لما في بعض المشاهد او المواضيع اللي بتطرح هتخليك يبقى في بتلتمس العذر لحاجات كتير جدا من اللي بتحصل، لان العمليه معقده جدا والموضوع مش سهل اللي احنا بنتكلم فيه. يمكن ده حضرتك اللي بتعرضه ده الاجتماع اللي اقصده هو اللي بدا الساعه 1 بالدقيقه. كابتن محمود الخطيب بعد اداء صلاه الظهر مباشره بدا الاجتماع واستمر الى ما بعد السادسه، يعني غادرنا انا وحضرتك والزملاء مجتمعين. اتفضل يا كابتن. استكمالا برضو لمجموعه الاجتماعات دي، كان زميلنا في المجلس الاستاذ محمد الجرح اجتمع بالاداره الماليه، دي اللي كان اللي قبلها كانت اداره الاشتراكات، وانت عارف ان دول اكثر ادارتين حساسين جدا ومرتبطين جدا بالاحتكاك المباشر مع الاعضاء. انا حضرت ورشه عمل مع اللجنه العليا عن المسؤوله عن اللجان، وكمان مع رؤساء اللجان المتطوعين اللي في النادي، اللي هي لجنه الرواد ولجنه المسؤوليه المجتمعيه ولجنه الشباب ولجنه المراه. فده كان برضو في مدينة نصر، عدنا نطرح فيها مناقشات حوالين اللائحة، وكمان هنبتدي في مع كل لجنة على حدة استقبال مقترحاتهم اللي هي ناتجة عن احتكاكهم بكل لجنة في اختصاصاتها. فطبعا ده موضوع كبير جدا عشان نبقى غطينا أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية بالاتصال المباشر معهم. خليني أقول لحضرتك إن الورقة اللي كانت على الشاشة حالا واللي إحنا معانا كمان أنا وحضرتك نسخة منها، الحقيقة هذه مجموعة من مقترحات السادة الأعضاء اللي تم صياغتها بين الصياغة اللي موجودة في المشروع في المسودة وبين المقترح للتعديل. يعني الحقيقة بدءا من مادة السادة الأعضاء، يعني لو الزملاء الحقيقة مشكورين، ده النموذج الحقيقة اللي بيصل من السادة الأعضاء، وبعدين الزملاء في الإدارة اللي بيساعدوا اللجنة بيحطوا النص الأساسي اللي في اللائحة، ثم اللائحة البند أو النص المقترح تعديله بيتم دراسته، وحضرتك هتحكي لنا بقى وارجعوا للقانونيين لمدى مطابقته بالدستور القانون بالميثاق الأولمبي. ايه اللي حصل النهارده في اجتماع اللجنه دكتور مهند؟ طبعا هو اللي حصل ان مجموعه المقترحات اللي احنا كنا بنناقشها النهارده في اللائحه هي تعتبر مرحله ثانيه من التغيير. في مرحله اولى تمت من التغيير عباره عن 6 أو 7 مواد من مشروع اللائحه، صحيح. تم واللي كان عليهم اكثر تعليقات من اعضاء الجمعيه العموميه، اكثر من 75% من التعليقات كانت على 6 أو 7 مواد، دي تمت تعديلها. احنا شغالين على التوازي بان هذه المواد اللي تم تعديلها بناء على اقتراح اعضاء الجمعيه العموميه بيتم حالا صياغتها عن طريق الناس القانونيين، وعلى التوازي بيتم النظر في مجموعه مقترحات اخرى اللي هي كانت النهارده برضو لاكثر من 7 أو 8 مواد من المشروع اللائحه، بيتم النظر في مقترحات الاعضاء والنظر في مدى قانونيه المقترحات ومدى امكانيه تعديلها اذا كان دستوريا او قانونيا او كذا، وبناء عليه هيتم عرضها على مجلس الاداره يوم الاثنين ان شاء الله عشان كمان يتم اعتمادها والنظر في بنود اخرى ومواد اخرى. يعني مجلس الاداره واللجنه الاساسيه في لجنه اللائحه في حاله انعقاد دائم، حتى ومجلس الاداره عشان ما يبقاش في اي معوقات بان احنا يبقى في سرعه في خلينا ندي للمشاهدين والاعضاء النادي فكره عن اللي بيدور بشكل اكبر بدون اغراق في تفاصيل يا دكتور مهند. يعني كان في ماده تتعلق باجتماع الجمعيه العموميه العاديه واختصاصاتها، موضوع رفع عدد الاعضاء، انتخاب او تعيين مراقب الحسابات من قبل مجلس الاداره واعتماده من قبل الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه هي اللي بتعتمد. وصلنا كمان لموضوع يتعلق
مازال شاغل الناس. انتوا ليه بتحجروا على اعضاء الجمعيه العموميه بفكره تعيين اتنين بعد الانتخابات؟ صحيح. هل ده لسه مطروح؟ هيتم تعيين؟ وايه الفكره، ايه الفلسفه لطرح هذا المقترح؟ هذا والله هو في الاول كانت الفلسفه ان احنا كلنا لينا وجهات نظر وكل وجهات النظر صائبه، ولكن في الاول في الاخر الجمعيه العموميه بمقترحاتها وبرايها وبراي الاغلبيه هو اللي بيرجع. احنا كنا بنقول ان احنا عايزين يبقى في تعيين في مجلس الاداره، نظرا لان احنا ممكن يكون مجلس الاداره محتاج ان هو يستعين ببعض الكوادر، اذا كان مجلس الاداره ينقصه كادر من هذه الكوادر، اذا كان في الناحيه الماليه او في الناحيه القانونيه او ما الى ذلك. وده كان التوجه، بالاضافه كمان الى موضوع السيده المرأة، يعني ان التعيين كان في تعيين كان بهدف يا اما استكمال بعض الخبرات الناقصه اللي ممكن الانتخاب ما ياتيش بيها، وتوفير مكان لسيده لضمان ايضا تمثيلها بشكل مشرف في المجلس. بالظبط. لكن جت لنا ردود، ودي نية محمودة يعني، حقيقة توجه محمود يعني. بالظبط. ولكن جت لنا مقترحات كتيرة من اعضاء الجمعية العمومية اللي قدموا باعداد مخيفة جدا، بيطلبوا ان احنا نرفع المادة دي، ان احنا ما بقاش فيه تعيين، وحتى كمان وجود سيدة او الزام المجلس بوجود سيدة ده في وجهات نظر بتقول ان ده انتقاص من قدر السيدات، بان احنا لا، المفروض ان هي لو سيدة وفي مساواة وتمييز فهو ان هو ده دستوريا ممكن ما يبقاش مطابق، وان بل بالعكس ان السيدة هي لو صاحبة كفاءة وان هي تبقى تقدر تكون موجودة، ومش شرط انها تكون فرد واحد بس، مجلس إدارة ممكن يبقى كذا سيدة موجودين بناء على كفاءتهم وبناء على قرار الجمعية العمومية بوجودهم. فطبعا البند ده مطروح للمناقشة، وهيتم بإذن الله القرار، يعني القرار الصيغة النهائية اللي هتكون في اللائحة بناء على ان احنا منتظرين الجانب الدستوري في الموضوع ده، لان كمان في ممكن يحصل مشكلة في آلية التنفيذ ده. يعني على سبيل المثال لو كان في الزام على المجلس بتعيين سيده، ازاي هنطبق ده في الانتخابات؟ هل هتعمل حاجه مقعد للسيده وبذلك انت هتبقى تظلمها بانك تحجمها في كرسي واحد، ولا هتخليها هتخلي مثلا في الجمعيه العموميه يحصل مثلا ان عضو يحصل على اصوات مثلا 10,000 او 15,000 صوت ولكن ما يتخذش لان في مقعد للسيده، وتكون السيده دي جايبه عدد اعضاء عدد اصوات اقل، فبالتالي هنا دستوريا او قانونيا ممكن هيبقى في مشكله. فده كان طبعا نية محمودة من مجلس الإدارة بأن هو يبقى فيه مقعد للسيدات، أو أن يبقى فيه تعيين عشان التخصصات. يعني إذا جت سيدة بالانتخاب أو اتنين نقدر نحط كمان سيدة بالتعيين. بالضبط كده. فهذا الماده دي لسه طبقا للمقترحات تحت النظر، وبنسأل فيها في الأمور الكافية. هيحسمها القانون. هيحسمها القانون وهيتم أعضاءها، هنحطها على اللائحة. لكن أعضاء الجمعية العمومية واضح أنهم على وعي كبير في الامور اللي زي دي، نتيجه ان هم حتى الشيء المحمود هم لا، لازم نبقى لا قانونيين وملتزمين بما نص عليه الدستور. طيب الماده 45 كانت بتتكلم عن فكره الغاء بند او وضع بند للثمان سنوات بالنسبه لرئيس النادي فقط. صحيح. انه لا يجوز للترشح لاكثر من فترتين بثمان سنوات، وفي اصرار انا لمسته. صحيح. وكلنا لمسناه من الكابتن محمود الخطيب على وضع على هذا الـ البند. صحيح. لكنه النهارده استجاب لرغبه اعضاء الجمعيه العموميه بدراسه هذا المقترح، وخليك تقول لنا تفاصيله ايه. صحيح. انا طبعا المقترح كان ان احنا يبقى رئيس النادي يبقى فتره الترشح تبقى على دورتين، ما يقعدش اكتر من 8 سنين، ما يقعدش اكتر من كده. وده كان اقتراح مجلس الاداره، وكابتن الخطيب كان طبعا متحمس لده نتيجه لان هو عايز يدي الحق للجمعيه العموميه في اختيار ده. ولكن احنا يعني اتفاجئنا برد فعل الجمعيه العموميه او الناس اللي بعتوا مقترحات بان ده دستوريا يعني ان انت كده بتحجر على راي اعضاء الجمعيه العموميه، انت تسيب اعضاء الجمعيه العموميه تختار من يشاء، لان انت لما تقول البند الثمان سنوات على الرئيس فما انت كده خليت الاعضاء او حرمتهم من حق اختيار الرئيس لو هم شايفين ان الرئيس ده ناجح او صالح ان هو يكمل لفتره رئاسيه ثالثه او رابعه او. فطبعا ده برضو بند مطروح للمناقشه، وده نتيجه ردود افعال الاعضاء الجمعيه العموميه لاغلبهم قال لك ان ده يعني انت
انت جاي كده على على حق من حقوقنا في في الانتخاب او التصويت، انت سيب الامور عاديه جدا وان كلها فيها مساواه وان الجمعيه العموميه هي اللي من حقها انها تختار. يعني في اتجاه لالغاء بند الثمان سنوات في احنا برضو مجلس الاداره يحسمه، يعني في مجلس الاداره يوم الاثنين ان شاء الله هيحسم القرار ده بناء على برضو الامور المقترحات من بتاعه الاعضاء وكمان الجزء الدستوري والقانوني اللي في الموضوع. ولكن برضو ده جزء لما اتعمل ده كان حاجه من مجلس الاداره عشان بس نوصل رساله ان فعلا ما فيش اي اهداف ولا في اي قصه، مش قصه كرسي، انا مش متشبث يعني واحد يقدر يجي دوره او اثنين يعطي كل ما لديه بالزبط. ثم يمنع نفسه بقوه القانون او باللائحه من الترشح، لكن الجمعيه العموميه رافضه هذا الامر او مقترحات الساده الاعضاء اللي شاركوا. يعني احنا عملنا الزام على نفسنا، الزام على نفسنا ان رئيس النادي ما يقعدش اكتر من دورتين، ولكن اعضاء الجمعيه العموميه واضح ان هم ليهم راي ثاني فهيبان طبعا في خلال مجلس الاداره اللي جاي من تعديلات عليها ان شاء الله. فده طبعا من الحاجات المهمه جدا لاعضاء الجمعيه العموميه لفتوا نظرنا ليها. احنا طبعا هم ليهم زوايا واللجان بيبقى ليها زوايا ثانيه او وجهات نظر ثانيه، فالحاله اللي اتخلقت دي احنا كلنا مبسوطين بيها لان في الاول وفي الاخر بتكشف كل الامور قدام الجمعيه العموميه على المكشوف، وبالتالي هتبقى فعلا الجمعيه العموميه بتشارك في صنع القرار. يعني الاعداد ما بيتمش في غرف مغلقه. أيوة. ويتم دفع اللائحه مباشره مش مشروعها للتصويت، وده اللي احنا عملناه وتفضلوا صوتوا عليه. المجلس الاداره بيطالب الجمعيه العموميه باعداد هي لائحتها، لكنه عمل يعني عشان يسهل الامر عمل منتج بشري اولي بدون ضبط لغوي وصياغه وما الى ذلك، وعلى طول دفعه للجمعيه العموميه او لاعضائها لمناقشته وتلقي المقترحات. وده شيء يضفي كثير من المصداقيه ويؤكد انه الهدف الحقيقه لعيله الاهلي، لعيله الاهلي كلها جمهور، وانا دايما اقول جمهور في الاول، وموظفين وعاملين واعضاء طبعا جمعيه العموميه ومجلس اداره، هو مصلحة النادي الأهلي والمصلحة العامة فقط. طبعا، واحنا مبدأ يعني هو اللي بيحركنا مبدأ عائلة النادي الأهلي. يعني احنا ممكن نذكر أمثلة كتير جدا تبين قد ايه الناس يعني ان احنا لامسين جدا المواقف اللي بتحصل في النادي، وبناء عليها بنحاول ناخد القرارات اللي فيها الصالح. جمعنا كمية معلومات كبيرة جدا من الإدارات والمعاملين نتيجة واحتكاكهم المباشر بالأعضاء، والناس ممكن تتفاجئ من مواقف كتير جدا او مواقف لاعضاء في النادي بيمروا بمواقف هي اللي بتخلينا المحرك الاساسي للتغيير. مفيش اي نيه غير ده، يعني التجربه على الارض. التجربة يعني على الأرض طبعا بالذات فيما يخص الاشتراكات والماليه، وده اللي انا اللي احنا جايين نقوله كاعضاء مجلس اداره. طب هوقفك هنا. اتفضل. انت قلت لي حاجه واحنا جايين في العربيه مهمة جدا تتعلق ببعض اللوائح اللي كانت الجهات الإدارية بتضعها سابقا وكان صحيح. معمول بيها صحيح. كانت بتؤذي الأسرة وبتؤذي الزوجة بالزبط. وأحيانا تؤذي الزوج أو بالزبط. العضو العامل بالزبط. هل تم تلافي ده إذا كان يتسق مع صحيح القانون طبعا. لأنه عموما البند ده أو اللائحة دي أو عفوا المادة دي اتعدلت من ضمن الست مواد اللي تم تعديلهم، الأمر المتعلق بالزوجة اللي أصبحت صحيح. أرملة صحيح. او طلقت لا قدر الله وهي عضو عامل واحد يعني مع الزوج. طبعا يعني انا مثلا ممكن السادة المشاهدين يتفاجئوا باللي انا بقوله ده، بس كان القانون والجهة الإدارية او المديرية يعني لك ان تتخيل ان السيدة الأرملة اذا توفى زوجها اذا لم تبلغ انها تم الوفاة في خلال 6 شهور من الوفاة كانت بتسقط عضويتها، وده حاجه تسقط عضويتها اذا لم يتم التبليغ. طيب ازاي قدرنا نكتشف ده او نلاقيه من حالات اللي بتحصل على الارض؟ وكان في حاله لعضو في النادي وسيده حصلت حادثه في حادثه سير للزوج والزوجه، فتم وفاه الزوج ودخلت السيده الارمله في غيبوبه، وبعد ما تم بقى انها الغيبوبه تم عادت وبعد كده للتاهيل ومرت بظروف التاهيل البدني كان عدى اكتر من سنه، فلما جت تجدد العضويه اكتشفت اصطدمنا بهذا القرار، ولما جينا بحثنا فيه لقينا ان هو من الجهه الاداريه. كميه الخطابات اللي بعتناها للجهه الاداريه ومديريه الشباب والرياضه فيما يخص الامور دي ان لا يعقل ان حاجه زي كده تحصل، شيء غير انساني غير انساني. فدي حاجات الناس هتتفاجئ منها. تلفيته يعني ده يا دكتور مهني. تلفينا ده طبعا. تخيل مثلا حضرتك انه مثلا العضو لو مثلا حصلت حاله وفاه لعضو النادي مش عضو النادي بقرار من المحكمه نتيجه انه اخوه وزوجته مثلا توفوا في حادثه،
وأولادهم بقرار محكمة بقوا تحت وصاية العم. العم ده هو عضو النادي. تخيل أن أولاد الشخص ده ما ياخدوش العضوية. في حين أن لو في عضو نادي تبنى ولد مش من صلبه ومش لمجرد بس انه جاب جواب من وزاره الشؤون الاجتماعيه بان هو متبني هذا الولد ياخد العضويه. هو مفيش تبني في القانون، يمكن تقصد الوصايه او الكفاله او كده او ياخد العضويه. فطبعا ده كانت حاجات من حالات اللي احنا بنصطدم بيها على الارض. كل ده تم تلافيه. فاللي قصدي نقوله للناس، واحنا جايين ليه نقول للناس يعني، طب الارمله الان والمطلقه مش هتدفع مبالغ كبيره ومش بالضروره تبلغ عن فكره ان الزوج توفى في غضون 6 شهور؟ لا لا لا. كل ده تم تلافيه، مفيش الكلام ده الا طبعا لو الزوجه الثانيه طبعا. لكن مثلا على سبيل المثال برضو كان القانون قبل كده ان السيده لو تم الطلاق والزواج كانت مدته اقل من 5 سنوات كانت بتسقط عنها العضويه. ما يحقش لها عضويه عامله هي اولادها؟ كان كده، دون النظر ان اذا كانت عندها اولاد ولا لا. ده القديم في لوائح الجهه الاداريه، او الجهه الاداريه كانت مشترطاها علينا. طبعا ده كان صعب جدا، لان انت طالما حصل ان في اولاد معناها ان كانت نيه استمرار الزواج موجوده. طب ليه اصلا، ايه اللي طلع المواضيع دي؟ ان كان في ناس طبعا بتستغل القانون وثغرات القانون في انها تكتسب العضويه بطريقه غير شرعيه، بان يتم الزواج ثم اكتساب العضويه ثم الانفصال ثم كذا. ودي حاجه مش غايبه على الناس كلها. اللي قصدي اقوله ان اللي احنا طالعين نقوله ان تفاصيل لائحه الاشتراكات واللائحه الماليه معقده جدا، مش عشان نعقد الامور على العضو، ولكن عشان نقفل ابواب كتير من الثغرات اللي ممكن من خلالها الناس تكسب. اللائحه الماليه لائحه موحده